السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وصفتنا اليوم الطبيخ اليمني بالبطاطا المقلي. نتابع مع بعض الخطوات والمقادير، بس قبل مشاهد الفيديو إذا كنتم أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى تشتركوا فيها بالضغط على المربع الأحمر الموجود أسفل الفيديو عشان يوصلكم كل جديدي، وكمان تعملوا إعجاب لهذا الفيديو. يلا نبدأ. في البداية بنقلي حبتين بطاط مقطعات إلى قطع طوال ونحاف، وكمان واحد جزر صغير أو نص واحد كبير. نقليهم مع بعض، طبعا الجزر مقطع بنفس الطريقة، ونقليهم مع بعض، ولما ياخذ اللون الذهبي بنشيلهم من على الزيت على محار من المطبخ أو المناديل عشان نشيل الزيت الزائد. وفي ملعقة من الزيت بنشوح نص بصلة مقطعة إلى شرائح، بعدها بنضيف عليها الدجاج، صدر الدجاج مقطع إلى مربعات صغار، ونحركهم مع بعض، وبنضيف ملح حسب الرغبة، مقدار ملعقة صغيرة، وكمان فلفل حسب الرغبة، مقدار نص ملعقة صغيرة، ورشة بسيطة من الكمون، وملعقة صغيرة بهارات مشكلة، ومكعب ماجي، وكمان فصين ثوم مهروس أو مقطع إلى قطع صغار، ملعقة كبيرة كزبرة خضراء، ونص فلفل أخضر حار، ونقلبهم مع بعض. بعدها بنغطي على الدجاج وبنفتحه لما يستوي، وبنضيف عليه ملعقة صغيرة من صبغة الرز عشان يعطيني لون أفضل وأجمل. بعدها بنضيف البطاطا المقلي مع الجزر ونحركهم مع بعض لما ينخلطين تماما، وبنقدمهم في صحن التقديم، وهذا الشكل النهائي. وبالعافية، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا إعجاب، وأيضا الاشتراك بالقناة لكي يوصلكم كل جديد، ونشر رابط لتعم الفائدة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.